السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج محاور واتجاهات. التعايش مع الوباء حتمية تمليها مقتضيات عديدة، منها الاقتصادية والاجتماعية. كيف يمكن التوفيق بين المتطلبات الاحترازية التي تتبناها الدولة في مكافحة الوباء منذ بدايته وميكانيزمات وآليات العودة التدريجية إلى النشاط بأكثر حرص على حماية المواطن؟ كيف يمكن للمجتمع بوعيه وحسه وثقافته أن يسهم مرة أخرى في القضاء على الوباء ومحاصرته؟ استئناف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التجارية والخدماتية تدريجيا المشروط بالتقيد بتدابير الوقاية. كيف؟ ما هي الشروط؟ ما هي السياسات القطاعية الكفيلة بخلق ديناميكية تضع واقعا جديدا يجعل من أثار الوباء نقطة انطلاق تدفع بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية إلى أفق أكثر رحابة من حيث التنوع والبدائل التي من شأنها الدفع بالقاطرة؟ هي محاور وأخرى للنقاش مع ضيوف البرنامج. نرحب بالدكتور بقات بركاني، عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطور انتشار فيروس كوفيد 19. مرحبا، شكرا على تلبية الدعوة. مساء الخير. معنا أيضا الدكتور إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية. شكرا على المشاركة. أهلا بك سيدي. معنا أيضا الدكتور فريد بن يحيى، أستاذ اقتصاد. شكرا على قبول الدعوة. ومعنا كذلك الدكتور عبد العزيز بوسالم، أستاذ علوم اجتماعية جامعة البليدة 2. شكرا على قبول الدعوة. شكرا لكم جميعا مشاهدينا الكرام. قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذه التصريحات لمواطنين. واعية كاين ما شاء الله، كلمة الناس ما شاء الله واعية، الحمد لله. حضر على الشعب الجزائري هذا بس كما حضر عليه بزاف، خدموا الأسواق ومنا وإن شاء الله تسقم البلاد وإن شاء الله يتاجروا كاع الغاش. وش راح نقولوا؟ أثر بزاف، نقص هو معليه الحمد لله، حنا نقولوا الحمد لله. هو نقص شوية البيع، نقص الأخر، نقص كذا، بصح معليش رانا بلا عقل. إلزامية ولا بأس، الغاشي راهم شوية متفاهمين. متفاهمين الوضع، راهم يلبسوا خطرات وين يجيك واحد هكذا يجي قليل 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 وين يجيك بلا كمامة. التجارة بعض التجار كاع عكشت، كيما غلقوا قدام كيما نقولوا احنا قدام النشاطات. هذوك هما شوية أثر على التجار. بيان سور راهي تهبط الحالة، سا سا مليور بيان سور. لازم ارتداء الكمامات وليكون وكلش، حنا نطبقوا في كلش. بيان سور يأثر عليك الناحية التجارية، أثر بزاف الناحية التجارية وعلى الشعب وعلى حنينا وعلينا احنا تاني. دكتور بركاني، كما تابعنا التصريحات الآن، بعض المواطنين يقولون أن الحجر أثر اقتصاديا على بعض الفئات. غدا تدخل المرحلة الأولى لرفع الحجر بصفة تدريجية. ما هي الشروط الاحترازية الواجبة الالتزام بها؟ هي في الواقع بسم الله الرحمن الرحيم، هي شروط راهي باينة مقيدة، جميع المواطنين على بالهم تبعوا، بمعناه القناع الواقي لاستعمال إجباري وقانوني، أصبح قانوني. كذلك الابتعاد الاجتماعي هذا ما بين الأشخاص، التباعد الجسدي، وكذلك جميع القوانين الصحية اللي أصدرتها اللجنة، يعني اللجنة الصحية لدى وزارة الصحة، هي باش نحلوا في انتظام ما يكونش عندنا يعني نخرج من الحجر الصحي شيئا فشيئا، ما يكونش عندنا يعني ولا ريسك بالنسبة لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه إذا كانت صراحة الحركة الاجتماعية والحركة الاقتصادية منذ شهرين شهرين ونص، وهم المواطنين على كل حال راهم اشتكوا، سواء الزبائن يعني ما لقاوش الحركة الاجتماعية يعني كانت حابسة، وكذلك أصحاب المتاجر. هي لازم نرجعوا ما نقولوش إلى شبه حياة عادية، لأن مقاييس جديدة هذه. نعم. والمراد منها والهدف منها باش ما ينتقلش العدوى من الإنسان إلى الإنسان، بمعنى الفيروس، لأن ما خرجناش من العدوى وما خرجناش من الوباء نتاعنا. هذا المواطنين لازم يعلموه يعني جيدا. إذا
إذا نرجع إلى حياة يعني نقول اجتماعية طبعا واقتصادية في نفس الوقت، لازم تندار على حسب المقاييس، لازم نلتزم فرديا وجماعيا. نعم نلتزم فرديا وجماعيا. نعم. دكتور مرابط، الفيروس فرض معادلات جديدة دخلت القاموس الحياة العامة لم تكن في الحسبان من قبل، ما هي الخطوات الأساسية برأيك لاستئناف النشاط تدريجيا؟ بالفعل بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الشيء اللي قلتيه هو مهم جدا، استئناف النشاط تدريجيا، لانه انا نذكر يعني المواطن اللي راه يشوف فينا انه لما دخلنا في الوضع نتاع الحجر دخلنا كذلك تدريجيا، بدينا بحجر في ولايه البليده وتوسع الحجر الى ولايات اخرى حتى اصبحت كل ولايه. علاش؟ لانه الوضعيه الصحيه المؤشرات الصحيه كانت هي اللي تدفع وتخلينا ناخذ اجراءات يعني احترازيه وقائيه صحيه. اليوم نديروا الاتجاه المعاكس، الخروج من الحجر راح يكون بصفتين مدروسه، بصفتين فيها تدرج، وبصفتين تراعي الاولويات، الاولويات على مستوى الشق الصحي الوبائي، يعني استقرار الوضع الصحي هو اللي يخلينا نخرجوا من الحجر. المحور الثاني وهو الشق الاقتصادي كذلك، لانه فيه تبعات اقتصاديه وفيه ضغط اجتماعي كبير على كل الدول ماشي غير على بلادنا، وفيه ارتباط يعني بين الالتزام المواطن بالارشادات الوقائيه والوضع الاجتماعي والاقتصادي نتاعو كذلك. لما نخليو المواطن في راحه نظن باللي تجاوبه مع هذه الارشادات وتطبيقها من باب الالتزام بها وتطبيقها يكون احسن. نعم. ولازم يفهم كذلك، نفهموا مع بعض، نقول شي فهم نفهموا مع بعض، انه الا ما التزمناش ممكن الوضع الصحي ما يستقرش، ممكن يسوء، نعاودوا نولوا الى النقطه الصفر، وهذا شيء ما نتمناوهش. اذا مطلوب من كل واحد منا انه يعمل بالارشادات هذه الطبيه والصحيه ويلتزم بهذه الامور الكل كما ذكر بها الدكتور بقات ومشكور، التباعد الجسدي بين الاشخاص، غسل الايدي باستمرار ببساطه بالماء والصابون ولا بتطهير بماء محلول معقم، وكذلك يعني الالتزام بوضع الكمامه في الفضاء يعني خارج المنزل بيقول في الفضاء المشترك. نعم دكتور بوسالم، وأنت الأستاذ في العلوم الاجتماعية، كان يتحدث الآن دكتور بركاني وأيضا الدكتور مرابط عن الاحترازات والجوانب الوقائية التي يجب التقيد بها لتفادي العودة في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية. من يأخذ بالأسباب دكتور يحمي نفسه في وقت نتكلم الآن عن مصاحبة الفيروس بين قوسين، هذه المصاحبة المرادفة لخطر يجب الحذر منه؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الجائحة ولا هذا الفيروس الذي وصل إلى الجزائر وكبقية دول الكثير من دول العالم غير الكثير من سلوكاتنا اليومية، وطبعا الفرد بحكم تكوينه يعني الاجتماعي هو ميال دائما إلى الحرية، إلى الاحتكاك مع الآخرين، إلى ممارسة الكثير من الأنشطة، وفجأة هذا الوباء وحفاظا طبعا على صحة الصحة الجماعية، فجأة الفرد قلل إلى حد كبير من خلال عملية الحجر، قلل إلى حد كبير من هذه الأنشطة. الآن والحمد لله الجزائر ما عرفتش يعني عدد كبير بالمقارنة مع الكثير من الدول، وهذا نظن كان 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 واحد من النتائج اللي خلات السلطات في الجزائر الآن تمشي إلى أنها تعاود ترفع الحجر هذا بطريقة تدريجية. الآن كيف يمكن للفرد اللي ربما تعود على نمط سلوكي معين خلال هذه المدة ثلاث أشهر الآن كيف يمكن أن يعود إلى حياته الطبيعية، إلى ممارسة الحياة الطبيعية؟ نعم. في الآن هذا التساؤل اللي يطرحه التساؤل الذي يطرحه المتابعين. نعم، فيه إمكانية أنه الفرد يمكن أن يعود إلى حياته الطبيعية، خاصة مرتبطة إلى درجة كبيرة بدرجة الوعي واحدة، اثنين ودرجة معرفته بأنه عدم احترامه لأنه حياته في خطر، والإنسان يميل بطبعه إلى أنه فيه غريزة الحياة، الإنسان مدى بيحافظ على حياته، وللأسف أن هذا الوباء سلوكنا ما مرتبطش بخطر على حياتنا فقط والعولمة والهرولة نحو المصالح الضيقة. فجأة يعني نوع من الفرملة أو توقف هذا الوباء قال للإنسان توقف لحظة، عاود رجع
علاقتك مع ذاتك. فالحياة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والتواصل مع الآخر هو الأساس باه نقدروا نستمروا في هذه الحياة. نعم دكتور فريد بن يحيى، كيف يمكن تحويل مناطق ومواطن الضعف إلى قوة؟ نتكلم هنا عن اقتصاديات قد تنتعش لأن معطى جديد دخل المعاملة والمعادلة وهو الإرادة والتحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع الكوفيد 19 هذه اللي بدا كفيروس انتشر في يوهان يعني في مدينة الصين واصبح بانديمي يعني جائحة في العالم، اعطى دسك الانسانية ككل. شغل كانت الناس ماشية في طريق وتيجي مجموعة تاع الدرك او الشرطيين يقول لك ستوب حبس، يعني كل انسانية حبست. يعني هذه الحقيقة اللي صارت بالنسبة للجائحة هذه. الآن العالم ككل يطرح سؤال في الولايات المتحدة الأمريكية، في روسيا، في الصين، في أوروبا، في غيرها من الدول، ماذا نختار، الحياة أم الاقتصاد؟ اسكو نشوزي لا في ولا ليكونومي؟ السؤال كان معقد. نعم. إذن فالناس الكل قالوا أنه يستمر هذا الجائحة هذه الشعب راح يجوع، راح يموت بالشر. يعني فيه مشكل كبير، لابد أنه نبعث الاقتصاد. نوليو شوية لورا، الإنسان طور تكنولوجيا، كانت عنده عيشة بسيطة وطور تكنولوجيا، صبحت عندنا السيارة، عندنا البواخر، عندنا الغواصات، عندنا الطائرات، عندنا الصواريخ. لو مثلا نحيو قانون المرور دركا، نجيبوا سيارة ككل نحيو قانون المرور وقال كل واحد السيارة تاعو يمشي، واش يصرى في الطريق؟ يصرى بزاف الحوادث، المرور يعني واحد يمشي والفوضى، ما تعرفش الطرق اللي تسير على اليمين على اليسار، ما كانش. إذن وضعنا قانون المرور. نفس الشيء بالنسبة للطيران، بدات مع الامور كذا احتياج الانسان وضع قوانين بالنسبه للبحريه، بالنسبه لكذلك الموانئ، المطارات، غيرها من الامور، حتى بالنسبه للمراكز النوويه، المراكز تاعت الكهرباء وغيرها. إذن صبحت فيه الامن الوقائي، الامن الصناعي، الامن. إذن عملنا بروتوكولات. نفس الشيء الجائحه هذه جات عندها مخاطر نتاعها، بالطبع لابد على الانسان ان توضع بروتوكولات. البروتوكولات هذو لابد على كل دوله تحترمهم الان. اذا فالشعب الجزائري لابد انه يحترم، لان احنا نقول بكل صراحه في مواطنين جزائريين يحترموا هذا الامر هذا وفي مواطن لا، لكن لابد ان نوعيهم ولابد القانون كذلك يكون الردع كذلك. الناس ما تحترمش الردع. اذا بالنسبه للسؤال تاعك الانطلاقه الاقتصاديه، فبالطبع احنا بالنسبه لنا الان الدوله الجزائريه لابد انها تعمل مخطط ثلاثي أو رباعي يعني بالنسبة للسنوات القادمة هذه لانطلاقة اقتصادية. الاقتصاد على هو يعتمد الآن الحاجة اللي ولا حسب المعطيات هي أولا أي حاجة بي تي بي اش يعني العمارات والسدود والطرق، يعني قد يكون لازم تنطلق لأنه هي دي القاعدة، لأنه راح تمتص اليد العاملة، راح تأخذ يعني لما تعملي المشاريع المصاري تاع الاسمنت تعمل، تاع الحديد تعمل، تاع الأجور تعمل، تاع يعني كثير يقول لك لوسكو لو باتيمون فاتو فا، يعني هذه حاجة الأولى. نقطة أخرى كذلك لازم نطوروا النيميريك، لأن الآن صبح احتياج بالنسبة للتعليم العالي، بالنسبة للتعليم الابتدائي، بالنسبة للتواصل حتى ما بين الأطباء بين المستشفيات، يعني صبحت الآن حتى من المعلومات وغيرها لابد نحميها يعني في لاباس. والحاجة الثالثة الطاقة، إذا القاطرة الحقيقية الانطلاقة هي الطاقة، لأنه الآن لما نتكلم على الطاقة لابد من إنتاج طاقة تكون بتاع 22000 كيلووات يعني جديدة بالنسبة للصناعات. هل المشروع نتاع ديزرتاك أو الطاقة الشمسية يكفي؟ أنا بالنسبة لي المشروع هذا لا يكفي، يعني لأنه السعر نتاعه يكون أغلى. والمعلومات اللي عندنا بحسب الخبراء المختصين في الميدان تاع الطاقه انه سعر الطاقه في النووي او ربما في امور اخرى اقل، او الغاز اقل من 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 الطاقه الشمسيه. اذا هادو ثلاثه القاطرات اللي تنطلق. بالطبع لما ينطلقوا هادو في ثلاثه كان امور اخرى كما الفلاحه، كما الخدمات، كما غيرها. اذا احنا نتكلموا الان لابد انه يرفع هذا الحجر تدريجيا يعني في ظرف 14-15 يوم، لكن لابد البروتوكولات نتاع النظافه، بروتوكولات نتاع الوقايه، الاحترام والردع كذلك من طرف المسؤولين كذلك نتاع الشرطه او الدرك، ان المواطن ما عندوش كمامه ما يدخلش للسوق، ما يدخلش الحانوت ثاني اي وحده. اذا تكون في احترام، وكذلك لابد ان ننظفوا الاماكن وان كان الديسبونسير دو سونتي يعني المستشفيات او المراكز نتاع
الأطباء غيرهم، كذلك بالنسبة للأسواق نتاعنا النظافة تكون يعني حتى بالنسبة للمطاعم نتاعنا. ما نمنعش أنه غدوة تحل بيتزيريا ولا واحد يبيع لي ساندويتش ولا يمدل كما في أوروبا من وراء الباب يبيع في ظرف ربما تاع شهر ولا حاجة تعود الناس تدخل تاكل تما. إذا فالرفع هذا ما نرفعوش ضربة واحدة، نرفعوه تدريجيا تدريجيا لكن تكون بمراقبة. كذلك نعم. بالنسبة للحلاقين، الحلاقين الآن لابد لك كل حلاق يحط الستيريزاتور، يعني ما بقاش هذيك تاع المقص يدير به 10 عباد ولا حاجة. إذا فأساليب الوقاية تكون متطورة. إذا فننطلق الآن لابد على الحكومة أو الرئاسة أنها تفكر جليا في بعض الاقتصاد الدولي راح يتغير. المعطيات الدوليه كلها راح تغير بالنسبه للاستعمال، ربما راح نحوش اوراق نقديه، راح اوراق الكترونيه ممكن في المستقبل راح تكون ومستقبل القريب. تطور التكنولوجيا بالنسبه للرقمنه، صناعات ادويه في الميدان الطبي راح تطور كثير يعني في نعم. بالنسبه لغير هذا. اذا لابد على الجزائر انها تواكب هذه المرحله هذه وتوضع استراتيجيه نتاعها مع مراقبه ووضع بروتوكولات للوقايه للحفاظ على بروتوكولات للوقايه للحفاظ على سلامه المواطنين. دكتور بركاني، رفع الحجر تدريجيا وبمرونة، نتحدث الآن عن تفعيل اليقظة الاستراتيجية من خلال تطوير منظومة الإحصاء جمع المعلومات من أجل تمكين صانع القرار من استشراف المستقبل واتخاذ الإجراءات الاستراتيجية لمواجهة الأزمات بصفة عامة المحتملة في شتى المجالات وعلى كافة المستويات. طبعا إذا سمحتي، هذا الإشكال هذا نتاع الوباء العالمي هذا ورانا حاجة بأنه لازم نوضع الصحة و سونتر دي بريوكوباسيون بمعنى هو في وسط السياسات. هذا فيروس جانا من ووهان شل العالم كامل. احنا بالنسبة لنا كبلد كجزائر كنا نديو يعني في السابق كمهنيين الصحة بأن الصحة أكثر من كل شيء. المواطن كي تلاقى مواطن واحد اخر يسقسي على الصحه في العالم كالعالم كله ما كناش. هذا الصدمه هذه ضربتنا احنا في الجزائر كما ضربت كاع، تعطينا درس لازم نستخلص الدروس بالنسبه ونتوجه. طيب على ذكر استخلاص الدروس، ما هي النقاط التي تستوقفنا اليوم من خلال هذه التجربه؟ نعم، هي في الواقع يقول لك الوقايه خير من العلاج، وبالتالي الوقايه بكلام يعني أوسع هي بالأمراض هذه المتنقلة، لأنه هذا الساس كوف 2 بمعنى الفيروس هذا موش هو الأول اللي جانا من بعيد، يكونوا ربما فيروسات واحد آخرين. لازم احنا بالنسبة لنا استراتيجيين يعني لازم نوجه روحنا. وهذا مثلا ماشي غير احنا، حتى الدول كبيرة عندها يعني سوبستراتوم كبير واقتصاد كبير تفاجئوا، ولكن بالنسبة لنا احنا لازم يكون ورقة طريق بالنسبة للأمراض هذه المتنقلة. احنا منذ عامين يعني كان عندنا مشكلة وباء متنقل هو الكوليرا حرنا يعني في الجزائر. لازم ننظم روحنا في هذه الأمراض ما يسمى بلي مالادي ايمرجونت ولا غي ايمرجونت اللي عاودوا يخرجوا، هذه الاولى. ثانيا كذلك في باب الوقايه كاين الامراض المزمنه على كل انواعها. نعم. وحنا نرجعوا الى صحه المواطنين في الجزائر. لازم مخططات يعني صارمه ومطبقه في الميدان، مثلا على السرطانات على كل انواعها في الجزائر. تعلمون كاين 40,000 حالة سنوية، 40 جديدة في الجزائر. لازم ننظم روحنا كيف نحارب، كيف ندير الوقاية بالنسبة لهم. هذا هو الإشكال، لأن إذا تكلمنا مثلا على الكوف واسمه سارس كوف 2019 يلي للأسف كان حوالي 700 ناس غادروا الحياة يعني أموات، ولكن كاين مئات يعني الناس غادروا الحياة من سرطانات من أمراض مزمنة دخلوا ما دخلوش في الإحصائيات هذه. وبالتالي احنا لازم ننظم روحنا في الجزائر. لازم كما قال السيد رئيس الجمهورية قال باللي أنا نفضل صحة المواطن على المقاييس الاقتصادية وكذا وكذا. لماذا؟ وهذا حق، عندما الإنسان يغادر الحياة الاقتصاد ومن بعد يجي ننجم ننظموا روحنا يعاود يرجع. ولكن عندما يكون وباء كما هذاك تشوف
المشاكل النفسية اللي صرا أولادنا في الحجر الصحي كذا، ما كان لا قراية ما كان لا مقابلات رياضية، الخسارة الاقتصادية كذلك بالنسبة للمرض. اليوم تجولي في المستشفيات ما تلقاش مرضى، الناس خافوا يروحوا المستشفيات لأمراض عادية لأنهم خافوا من سارس كوف 2019. وبالتالي لازم ننظم روحنا، لازم مؤسسة وطنية تتكلفل بهذا الأمر هذا ودير ورقات طريق، يعني توجور دون لو كادر دو بلان دو كوندويت ا تنير، بمعنى رد الفعل بهذا المصايب اللي صراو لنا واللي صراو يعني في المستقبل، هذه حتما. وبالتالي احنا اليوم رانا خرجنا تدريجيا من الحجر الصحي، ولكن نلتزم كما تفضل الاستاذ بانه كي ندير قوانين بمعنى اجباريه الكمامه، يعني تلقى الناس يتجولوا في الطريق كانه لا، لازم كما نقولوا احنا لا لوا سابليك. أين المشكل دكتور مرابط؟ هل المشكل في تطبيق القانون، في الصرامة، في الوعي، في مزيد من التحسيس من التوعية؟ مخططا خروج التدريجي من الحجر سيأخذ في الحسبان طبعا تطور الوضعية الوبائية من خلال المؤشرات ذات الصلة والتدفق اليومي كذلك لحالات العدوى. لو عدنا لدول سبقتنا في عملية الرفع التدريجي للحجر، ما هي النقاط أو الملاحظات التي يمكن أن نقف عندها بناء على المعطيات طبعا في العالم طبعاً، ونستفيد منها ما دام الحاله متاخره عندنا مقارنه ببعض الدول؟ الحمد لله، الحمد لله ما راناش في نفس مستوى هذه تلك الدول. في بدايه الامر احنا لما ظهرت اول الحاله عندنا في نهايه شهر فبراير بدايه شهر مارس، كنا متخوفين كذلك كزملائنا في كل دول العالم، لانه كنا نشوفوا يعني مقابلتنا دول يعني البحر الابيض المتوسط حوض واحد، الدول المجاورة تقريبا يعني كانت تعد يعني عشرات الآلاف من حالات المرضى وبالآلاف حالة الوفيات يوميا. نتكلم على إسبانيا، إيطاليا، يعني بلدان جارة تقريبا يعني. وكنا نشوف كذلك أنه الوباء راه يتوسع الرقعة نتاعو وانتشر في كل الدول بما فيها الدول اللي تعرف في ارتفاع درجة حرارة. كنا نقول ممكن راح تتحسن الأوضاع بعد دخول الصيف، ولكن كنا نشوف إلى يومنا هذا مثلا العربية السعودية تحصي أكثر من 1000 حالة يوميا، حالة جديدة. المصالح الإنعاش عندهم اليوم فيه مؤشر، فيه أرقام تتكلم رهيبة، تتكلم على 1000 أكثر من 1200 حالة في الإنعاش، يعني موصولة بجهاز تنفس هذه في الأيام الأخيرة هذه 24 ساعة. فيه كذلك يعني قرارات كانت اتخذتها الدولة مثلا برفع الحجر وعودة تداركت، لأنه بعد فتح الحجر هذاك المواطنين ما التزموش والوضعية ساءت، إذا اضطروا باش يعاودوا يولوا على إجراءات كانت اتخذت يعني للتخفيف من وضعية الحجر. علاش أنا نقول هكذايا؟ باش نفهموا مع بعض، يفهم المواطن أنه العنصر الأساسي في النجاح في المخطط هذايا هو المواطن. نعم. ما هو لا الطبيب ولا المستشفيات ولا احنا موجودين. كيف نتحدث مع هذا المواطن؟ كيف نقنعه؟ هل المشكل في التحسيس، في التوعية، في إقناع المواطن، في الردع؟ هي كلها هي الإشكالية. هي لماذا المواطن في بعض المواطن في بعض المواقع في بعض الأماكن لا يلتزم بالإجراءات الوقائية؟ هي كلها مجتمعة. الشيء اللي قلتيه هو كله مجتمع، التوعية والتحسيس عن طريقكم وانتم مشكورين، عن طريق كثير من الجمعيات نشطت وتحسس، عن طريق الناس يعني مواطنين في المواقع التواصل الاجتماعي، مبادرات شخصية، مهنيين وغير مهنيين يعني في قطاع الصحة يعني دايرين فيديوهات ويوجهوا توصيات المواطنين. فيه كذلك يعني الجانب القانوني والجانب الردعي والجانب التحفيزي كذلك. إذا كلها اجراءات نجمعها باش نخلي المواطن ينسجم ويدخل في 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 بوتقه. ماهوش مختلف المواطن الجزائري كثير على الايطالي ولا الاسباني ولا الالماني. حتى في المانيا كان فيه غرامات ماليه، حتى في فرنسا كان فيه غرامات ماليه ومتابعه قضائيه، حتى في كل هذا الدول يعني طبقت نفس الشيء. ولكن الشيء اللي مختلف عنه هو انه الوضعيه الحمد لله كانت نوعا ما مريحة بالنسبة لنا مقارنة بهذه الدول، خلى انطباع عند المواطن وأنه احنا في منأى. احنا في نقول هذا خطأ ممكن على مستوانا في تعاملنا، ويجب أن نتدارك هذا الوضع. ولكن تدارك الوضع ما لازمش نغفل أنه
يجب رفقه بالتحسيس والتوعية دائما، ولكن بالردع والعقاب إذا كان شفنا بلي الناس تتمادى ولا تحترم هذه الإجراءات. لأنه في آخر المطاف كما قال الأستاذ ومشكور، الأمر مش متعلق بي أنا شخصيا أن ندير واش نحب، الأمر متعلق بسلوك نتاعي راح يكون عنده خطر على العائلة نتاعي، على الناس اللي نعمل معهم، على الناس اللي نتفاعل معهم. دونك في آخر المطاف راح يكون ليه خطر ولا إسقاطات سلبية على كل المجتمع. نعم دكتور أبو سالم، هذا السلوك كيف نصوبه؟ كيف نقنع المواطن؟ كيف نلزمه بالالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية؟ الرفع التدريجي للحجر الصحي يتطلب أيضا قطع الطريق أمام الاستهزاء إن صح التعبير، التهوين كذلك، بعيدا عن التهوير أيضا. شكرا. هو في الحقيقة باه نقدر يعني نوجه التوعية ولا نزيد من درجة وعي المواطن، لازمنا نحاولوا باه نفسروا لماذا هو هذا السؤال مليح، لماذا الكثير والزملاء يشطروني نظن، وكنا نتحدثوا قبل ما دخلوا البلاطو، فعلا يعني من خلال تجولنا في المدن اللي نسكنوا فيها، نسبة كبيرة من المواطنين لا تحترم هذه الإجراءات اللي يقولوا عليها الاختصاصيين. وهنا نطرحوا التساؤل، من هو المواطن؟ ما طبيعة هذا المواطن الذي لا يحترم؟ هل هذا المواطن مستهتر؟ ولا هل هذا المواطن، وكنا أيضا معروفة هذه، لا يؤمن أصلا بوجود هذا المرض فيه فئة من الناس الآن؟ حتى عندما تحدث معه في الشارع تقول له لماذا لا تلتزم بوضع الكمامة، يقول لك لماذا نضع الكمامة، يقول له فيه كورونا مرض، يقول لك أنا لا أؤمن بوجود هذا المرض، هذه مجرد خدعة، مجرد كذبة إعلامية أو وضعتها أطراف معينة. إذن فيه هذه الفئة، وعلى هنا نعود نقوله أنه الإعلام عنده دور كبير بأنه يوجه خاصة لها الفئة، لأنه من المفروض الإعلام حتى الحملات الإعلامية والمحاولات التوعية اللي يقوم بها وسائل الإعلام أو الجمعيات كما قال الأستاذ منذ حين، لازم دابور في البداية نفهم شخصية هذا المواطن، ما نروحش ندير حملة وكفاءة عشوائية بطريقة عشوائية. هل هذه المهمة منوطة بالإعلام فقط؟ أم هي أن يستعين، وهذه مهمة جدا للأسف لعام لسبب أو لآخر، أنه الأطباء النفسانيين والزملاء الأطباء معنا لا أدري لماذا لم يقحموا أو لم يشاركوا أو لم يساهموا أو قزم لسبب أو لآخر دورهم في هذا الشيء. نحن ربما ندرك ولا البعض يدرك أن الأزمة أزمة طبية جسدية محضة، يعني تتطلب إجراءات وقائية يقولها الطبيب العضوي، أما الطبيب النفسي أو المتخصص النفسي الذي هانا وطحنا في مشكل. الآن السلطات قررت الرفع التدريجي للإجراءات، الطب قال كلمته، قال يجب أن نضع الكمامات وأن التباعد الجسدي وأن نغسل أيدينا بالصابون أو بالمعقم. الناس لم تلتزم بهذه الإجراءات، وربما ولا لنتمنى ذلك، إذا بقى الاستهتار قد نعود مرة أخرى ونقيم الحجر على بعض الولايات ونعود. إذن السؤال نعود نطرحه، من هم الأفراد ومن هم الناس المواطنين بصفة عامة الذين يستهترون أو لا يحترمون أو لا يلتزمون بهذه الإجراءات؟ قلت الفئة الأولى ربما هي هذه، وهذا اللي لازم الإعلام الحملات تكون مدروسة، لازم يكون أنا نعود هنا كلمة أخرى، يا وسائل القنوات التلفزيونية أو الإذاعات موجودة الحمد لله في 48 ولاية إذاعات محلية، استعينوا بالناس المتخصصين حتى يوجه الإقناع، لأنه تغيير الأفكار هذه مهمة جدا، لأن نستحمل أفكار خاطئة على هذا الوباء. نعم. الآن كيف نغير هذه القناعات؟ من خلال وسائل الإعلام، من خلال العمل الجمعوي. الآن وسائل الإعلام لازم نعود نقول تفهم من هو هذا الشخص. إذن الشخص المستهتر يجب أن يقتنع هذا الشخص بأنه هذا المرض موجود، وربما رب ضارة نافعة أو العكس، رب نافعة ضارة. عندما ما انتشرش الوباء كثير واستقرار الأرقام لمدة شهر تقريبا في حدود معينة، على بالك طرح التساؤل عند المواطن حتى عند بعض المثقفين، وكأن بهم يقولوا هذه الأرقام ربما مفبركة، وترجع هنا إشكالية كبيرة، وهي إلى أي حد يثق المواطن في المعلومة التي تصله من طرف وسائل الإعلام وتصله بالدرجة الأولى من طرف السلطات الرسمية. نعم الجزائر اتخذت إجراء نراه جيدا، وهو أنها وحدت مصدر المعلومة، منعت على كل الأطراف في على مستوى الولاية ولا في أي مكان أنها تعطي أرقام، شيء جيد. ولكن السؤال المطروح الآن، هل وضعنا استراتيجية من ناحية النفسية من ناحية البيداغوجية التواصلية، هل من الأرقام التي نقدمها يوميا للمواطن؟ والله صراحة أنا تساءل
ما هو الغرض منها؟ هل اللجنة يا دكتور تسألت ما هو الهدف أن نعطي الرقم اليوم على الساعة الخامسة في ندوة صحفية ونعطي الأرقام في 104 بالأمس مثلا وكل ولاية عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات؟ هل هذا هو الغرض؟ كمي محض، ما كانش انتربريتاسيون سونتيفيك، ما كانش تفسير علمي. ثم نطرح سؤال، لماذا لم تحضروا معكم دي بسيكولوج في هذه اللجنة؟ لماذا لم تستعينوا بهم ليخاطبوا الناس؟ نعم. يخاطبوا عقولهم ومعارفهم وعواطفهم، لأن الإنسان لازم نعرف منين وصلوا المعلومة. نعم. طيب دكتور، على ذكر مخاطبة المواطنين، العقل يمكن والعقل طبعا، كيف يمكن التقليل من الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الصدمة التي جاءت في هذا الظرف والعالم كله يعيش هذه الجائحة؟ كيف يمكن أن نقلل من الآثار؟ كيف يمكن أن نحضر المواطن لحياة جديدة أملتها ظروف وطبيعة وباء؟ أنك تقول لي نحضر، من يحضر؟ وهنا المشكل، لأن ربما هذه الحصة تاعنا يشاهدها بعض الآلاف، وحصة أخرى يشاهدها، احنا نتحدث على ربما 40 مليون جزائري. كيف يمكن أن نصل إليه؟ أنا ننظر رفع الحجر في حدته، هو إجراء ليخف، لأنه المواطن عندما يخرج، عندما يمشي للسوق، عندما قال الدكتور منذ حين كان يتحدث ويقول أنه الكثير من حاجياتنا اليومية ما قدرناش نوصلوا لها، وهذا يشكل ضغط، لأنه الإنسان اللي تعود ياكل ولا تعود يشرب ولا يلبس ولا يمارس نشاط معين، عندما تعزل عليه هذا النشاط راح يشعر بالقلق بالخوف إلى آخره. إذا رفع الحجر في حدته هو إجراء للتقليل من هذه الضغوط النفسية وبداية عودة إن صح التعبير لحياتنا النفسية إلى طبيعتها. ولكننا نعود نقول الآن، فعلا دور وسائل الإعلام، دور الجمعيات ودور الزملاء الذين تحتوا على الرضع، نعم الرضع ضروري، ولكن مشكلة أخرى. هذا الشرطي للأسف هو جزء من هذا المجتمع، أو مش منعزل ويراقب من بعيد وحير يرضع، أهله خلاهم في البيت، هو معرض للمرض، يحتك مع المواطنين، عاش قلق أيضا وضغوط نفسية منذ 3 شهور، وفي الشارع وفي حاجز أمني ومع المواطن. شفنا حتى عناصر الأمن صراحة وصلت إلى درجة الملل. نعم. ملل. الآن الأمر هادي تعود ترجع لنا، مش سؤال كبير. أنا بالنسبة إلي يجب أن نهتم بالإنسان في المستقبل. نعم. لو أن منظومتنا التربوية ومنظومتنا الصحية، وخاصة حتى على منظومتنا التربوية ومنظومتنا الإعلامية، اهتمت بالإنسان، عندما تكون إنسان بمواصفات معينة، من هو الإنسان؟ عندما تريد أن تخاطبه أثناء الأزمة تجده جاهزا، ولكن الآن صنعناه منذ عشرات السنين، ونحن نكون في نمط معين من المواطن في لحظة معينة، معناها تتحدث عندما تبلغ رسالة قد لا يعود الصدى، في مواطن معينة كان يتطلب أو كان يجب الاهتمام بها وتصويبها وتحضير هذا المواطن حتى نخاطبه في مرحلة الأزمة. قبل أن نواصل النقاش نتابع هذا التقرير أعدته راديا تشاتشي. العالم اليوم يعيش تحت وطأة كورونا، جائحة أخلطت كل الأوراق الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، فتغيرت دفة المركب من السباق نحو تحقيق التنمية المستدامة إلى سباق نحو إنقاذ الأرواح وإصلاح سبل العيش. أزمة كانت لها تداعيات على مختلف القطاعات، لكنها ذكرتنا من جهة أخرى أن القطاع العام القوي والفعال هو خط الدفاع الأول ضد المخاطر التي تهدد نظما بأسرها. تتسع رقعة الوباء والاقتصادات العالمية ترزح بالفعل تحت صراعات متعددة وضغوط مالية متفاقمة استرعى التضافر الجهود من أجل الخروج منها، والجزائر على غرار دول العالم طالتها الجائحة فأثرت على جميع مناحي الحياة بما فيها الشقين الاقتصادي والاجتماعي، فتأثرت إيرادات المؤسسات والشركات في قطاعات صناعية وخدماتية بسبب شلل حركة الملاحة النقل والمواصلات ضمن تدابير صارمة فرضتها الدولة لوضع حياة المواطن فوق كل اعتبار. ورغم تهاوي أسعار النفط متأثرة بالفيروس، غير أن الدولة اعتمدت في سياستها على انتهاج خطة بديلة تهدف بالدرجة الأولى إلى إيجاد بدائل لتمويل الخزينة العمومية والإبقاء على الأنشطة الحيوية كالفلاحة والصناعة، إلى جانب عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن مع اتخاذ قرارات بدعم الفئات المتضررة من الوباء. ورغم خطورة الأزمة، غير أن الجزائر تحتفظ بهامش أمان بفضل احتياطها من العملة
الصعبة، إلى جانب عدم استدانتها من الخارج وحوكمة مؤسساتها، ما يجعلها تتقدم خطوة نحو الخروج من ضغط كورونا. ومع التوجه الدولي نحو استئناف الأنشطة الاقتصادية بتخفيف إجراءات العزل الصحي، تواكب الجزائر هذه التدابير العالمية مع تراجع عدد المصابين بالوباء يوميا، من خلال إقرار جملة من التدابير للعودة السلسة والمرنة إلى الحياة العادية، محددة مختلف الأنشطة التي سيرفع عليها العزل دون التغاضي عن التدابير الصحية التي تبقي المواطن في أمان من خطر العدوى، ما من شأنه بعث الحركية الاقتصادية والاجتماعية من جديد. بعث الحركية الاقتصادية والاجتماعية من جديد. دكتور بن يحيى، كيف يمكن تخطي منحنى بيانات الإصابة بالفيروس إلى منحنى التحكم في الوقاية ومؤشرات الصحة وعودة تدريجية للنشاط الاقتصادي مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية؟ بالطبع احنا بالنسبة للآن الوضعية نقدر نقول في الجزائر متحكم فيها يعني نوعا ما، لكن لابد تكون فيه يعني وعي تاع المواطنين، وعي تاع المواطنين، لأن المواطن الجزائري هذا لما نتكلم على جزائر جديدة فلابد أن تكون مقاييس جديدة للمواطن هذا. انتقال لما يتكلموا كيما هيجل ولا شميت ولا غيرها، يتكلمك على أنك تكون عندك نظام معين وتنتقل إلى نظام أحسن منه، فأول حاجة هي العنصر البشري. لازم تطور في المستوى. إذن فإحنا في الجزائر يعني عندنا عدة أنواع من البشر، كان شباب أو ناس عندهم مستوى كما تاع أوروبا، مقاييس أوروبية تفكير ربما أحسن، كانوا حال متوسطين وكانوا حال أخرين عندهم ما عندهمش ديسيبلين هذيك. فالآن لهنا نحن نفهمهم، لأنه إحنا في حاجة أخرى نفهمها، أن أغلبية الشعب الجزائري 30 مليون تقريبا أقل من 30 سنة، يعني فيها شباب كثير، والشباب عنده تفكير آخر، يعني المغامرة، يعني الحماس غيرها من الأمور هذه. حتى في الحال تلقاهم الشباب هم الأولين اللي يكونوا في المقدمة، هذه بالنسبة لكل دول العالم. إذن فهنا هذا الأمر هذا لابد احنا الجزائر يكون عندنا تفكير جيد. إذن فالانطلاقة الأولى الآن لابد على الشباب نحافظوا عليه وعلى الشيوخ وعلى أي يعني كل المستويات. النقطة الثانية كذلك نتكلم عن النظافة، لأنه النظافة يعني مستوى حيكون عالي في كل الميادين، يعني بالنسبة للمطاعم، بالنسبة للحافلات، بالنسبة للترامواي، بالنسبة للمترو، بالنسبة للمستشفيات، بالنسبة لكل حاجة لازم تكون معايير يعني أو بروتوكولات نظافة معينة وتكون صارمة، واستعمال أدوية واستعمال يعني عفوا تعقيمات يعني مستوى متطور. نقطة أخرى كذلك، الآن إحنا العالم ككل يمشي مثلا كيما الصين الآن عندهم مليار ونص مواطن، عندهم تقريبا مليار ونص أو 2 مليار كاميرا موجودة. نفس الشيء بالنسبة للدول الأخرى الأسيوية. إذن وش يمنع عندنا الجزائر في بعض الأحياء، نقول بكل صراحة لابد أن الشرطة وكذلك الدرك عندهم دوكا لي درون، كاين المهم لي درون جيطابل يعني نستعملهم، أن نراقب لما نشوف منطقة غير معينة نبعث مجموعة نوعي الناس وغيرها. كذلك التوعية كذلك من طرف الدين، إحنا المساجد اللي غالبا مغلوقة الآن، لكن الأئمة يستغلوا الظرف هذا، يتكلموا مع الشباب، يتكلموا مع الجمعيات، يخرجوا يعني بالنسبة للأحياء وغيرها يتكلموا، لأنه كان فيه ربما أحياء ما فيهاش مشكلة، يعني لما نحكم العاصمة أو وهران أو قسنطينة أو عنبة كان يعني بعض أحياء راقية لاباس بها، لكن في أحياء شعبية أخرى وين تلقى الناس عايشين في أف 3 أف 2 يعني في 10 عباد، تقول هذا بقى في المنزل بقى في من الصباح العشية ما بقالكش، يعني في أمور يعني أخرى. إذن لابد التفكير جاليا في الأمر هذا، كيفاش نحميو الشعب هذا، وكذلك كيفاش نوفروا الكمامات تباعت يعني في السوق السوداء ب 200 دينار 150 دينار وغيرها. الآن بدنا نشوفوا أن الأسعار بدأت تنخفض، لكن الدولة إحنا ماذا بينا ديرها بسعر يعني رمزي يعني 20 أو 30 دينار تمدها للمواطنين هكاك باش يحافظوا على النفس نتاعهم. إذا في ورشات لصنع الأقنعة بالطبع، كاين ناس أنا نشكر كذلك بعض الجمعيات، جمعيات عملوا في الورشات نتاعهم التابعة لوزارة التضامن وغيرها من الأمور، مدوا هذا الكمامات إلى الشباب إلى كثير من الأمور أنهم، لكن الآن نحافظوا على حاجة أخرى كذلك، أن الشباب هذا دركا لما ترفعي الـ يعني الدي كونفينمون هذا الحجر هذا على بالك شغل واحد سجنتيه مدة شهرين ونص تلقيه راح يكون مدفع كبير، يعني نقول بكل صراحة يعني راح الشعب يخرج بقوة كبيرة. إذن لابد على الحكومة أنها تراقب هذا، لأنه الشعب كان شباب قال لي كي يعدي هذا الحجر هذا نخرج 48 ساعة برا،
يعني شوف في التفكير نتاعهم انه الشباب راه عايش في ضغط كبير، اذا فلا بد انه تكون يعني مرافقه قال بالعقل هاي كيفاش الامور نسير المرحله هذه. كذلك ما نحبش انايا قال نديروا اليوم رفع الحجر في منطقه معينه او في مؤسسه معينه او في حرفه معينه وبعد يومين ثلاثه قال لا غلطنا ارتكبنا خطا نوليو نعاودوا نديروا الحجر. نعم. فهذا ما يعطيش المصداقيه للدوله والحكومه وغيرها. اذا فلا بد تكون يعني دراسه تكتيكيه، لانه الان رانا مع كما الحرب القيادة الأركان تكون في حرب مع عدو عندها دراسة الأركان الخرائط نتاع لي طاماجور تاع قيادة الأركان يعرف من يضرب العدو التكتيك نتاع الاستراتيجية. نفس الشيء احنا عندنا عدو خفي موجود لابد نوضع كل التكتيك نتاعنا كيفاش نحاربه وكيفاش نوعيو الشعب نتاعنا باش نحاربوا الامراض. نعم. في هذا الخصوص دكتور، خريطة الطريق للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية ومرنة أعدت أولا بناء على أساس التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحية، وتأخذ في الحسبان أيضا تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وحسب كل ولاية والتدفق اليومي لحالات العدوى كذلك. يعني أن هذه العملية تتم بناء على المعطيات الصحية والوضعية الوبائية في كل منطقة، أيضا الإبقاء على اليقظة في جميع المستويات المصحوبة باستراتيجيات الكشف المبكر. نتحدث عن الاقتصاد، كنا تابعنا الآن التقرير دكتور، في كثير من الدول عاد تدريجيا للنشاط للحياة الاقتصادية المرفوقة والمصحوبة بإجراءات الوقاية. هل نحن مستعدون لهذه الخطوة؟ كيف؟ متى؟ ماذا يجب أن يتوفر في المؤسسات الاقتصادية في المواطنين أيضا حتى نخطو نحو هذه الخطوة؟ بالطبع كما يقول مثل العربي أخوك مجبر لا بطل، يعني محكوم علينا أنه نرفع هذا الحجر تدريجي لأن الوضعية الاقتصادية غير جيدة. لو نتبع الإخوة تاع اللجنة الطبية يعني كخبراء في الميدان الطبي نقولوا ما نرفعش الحجر حتى تعود عندي صفر، يعني بكل صراحة ما نرفعش الحجر، يعني نزيد شهرين نزيد شهرين نزيد شهر حتى نقضي تماما على الوباء. لكن لو نشوف لأنه الحكومة أو رئيس الجمهورية عنده الشق الإنساني وعنده الشق السياسي كذلك، يعني بالنسبة لي هو تاني شق سياسي فيها تحديات فيها تهديدات اقتصادية في وضعية حرجة بالنسبة للمواطنين. كاين مواطنين اللي ما عملوش اللي مثلا خاصة اللي يعملوا عند روحهم كما سيارة الأجرة كما اللي عندهم الحافلات كما اللي عندهم المطاعم في الناس الناس تضررت كثير. إذن احنا ما بين الحياة والاقتصاد، يعني احنا حابين توازن. كيف يمكن الموازنة حابين توازن بالطبع دكتور، كيف يمكن الموازنة بالطبع بين حياة المواطن والدورة الاقتصادية؟ بالنسبة لي أنا تكلمت لك أنه فيه ورشات لابد تنطلق. تكلمتك على قطاع الأشغال العمومية والبناء والري وغيرها من الأمور هذه انطلاقة الأولى. تكلمنا كذلك على الرقمنة يعني بكل الأمور نتاعها. تكلمنا على قطاع الطاقة كيفاش نطوره، قطاع الفلاحي. إذا فهنا ننطلقوا. أما بالنسبة للتجارة فنرفعها تدريجيا. لما تشوف قطاع يعني غير محترم في ولاية معينة مثلا نحطوا الحلاقين. قال ربما في ولاية معينة واثنين وثلاثة ما احترموش. ما نروحش نغلق 48 ولاية. نغلق هذيك الولايه طبعا كاداء غدو الولايه هذيك يعودوا يحترموا. قال في ولايه اخرى ربما ما احترموش مانيش عارف انا في سوق نقفل الولايه هذيك مده اسبوع و10 ايام حتى يتنظموا. اذا لابد ان توازن، يعني قال فيها رضعه الدوله باش الناس تنظم نفسها بنفسها. وبالطبع الكمامات والنظافه والغير من الامور هذه الشعب لابد يكون واعي، لابد الوعي لانه جماعه نقول لهم الوضعية في خطر، مازال ما خرجناش يعني من الوباء، مازال ان شاء الله بربي ان شاء الله لو يكون الشعب واعي على قد ما يكون المستوى واعي على قد ما نسرعوا من نخرجوا من نقطة الخطر. يعني بقدر الوعي دكتور بركاني بقدر الوعي يكون الخروج من الوضعية الوبائية والأزمة. طبعا هو الوعي ولكن الإجراءات القانونية يعني رضعية. لماذا؟ لأن القانون هو قانون، نديروا قانون ليش يعني يبقى حبر فوق ورق. هي بالمعروف بأن الحالات يعني السؤال المطروح بالنسبة لنا كأشخاص ولا كمجتمع نعطلك على الوباء، لأن طبعا الحركة الاجتماعية والحركة الاقتصادية لازم ترجع في البلاد لأن من جوج تقعدوا هكذا. هي الحالات المؤكدة بيولوجيا يوميا راهي تدور ما بين 100، كانت البارح 104 اليوم أصبحت 115، بمعناه راهي الحاله
نوع من مستقرة. إذا أردنا أن الحالات يعني تنزل يوم بعد يوم لأن نرصدها يوم بعد يوم، لازم نلتزم يعني في يعني في هذا الشعب الجزائري، يعني المواطنين لازم يعرفوا هذا الشيء هذا. لكن نبقاو يبقى حالة شغل مزمنة، ما نخرجوش من هذه المشاكل هذه تاع الحجر الصحي. هي طبعا كيف نديروا قائمه نتاع المتاجر اللي يحلوا والمتاجر الاخرى تبقى مشاكل اجتماعيه في الشعب الجزائري. اذا كما تفضل الاستاذ نرجعوا يعني نامل نرجعوا الى حاله عاديه شيئا فشيئا. لازم كل واحد نلتزم، نهضروا على الوقاية بمعنى جميع الإجراءات اللي يلتزمها المواطن. نعم. هي اللي تخلينا نهبطوا الحالات المؤكدة. نعم دكتور، التحدي الرئيس الآن هو عدم العودة إلى الوراء من حيث النتائج المحصلة، خاصة فيما يتعلق باستقرار الوضع الوبائي. عشرت الآن إلى 115 حالة، وحسب المتابعين وأنتم أيضا، تدابير الخروج من الحجر التدريجي لا يعني العودة إلى الحياة العادية، وإنما المشروطة بالإجراءات الاحترازية. هي طبعا هي لازم الجزائريين يعرفوا بأنه ما ننجموش نرجعوا فجأة، يعني حتى فجأة من على شهور. لماذا؟ لأن الوباء ما نعرفوش الآن، الأخصائيين في العالم ما يعرفوش هذا الفيروس هذا لكان يبقى في الصيف ولا يروح ولا كذا، وبالتالي هذه هي الطريقة الوحيدة اللي استخلصناها في العالم. نعم. حتى تشوفوا مثلا احنا نشوفوا مشكلة الكمامات، هذا العادة تاع الكمامات كنا نشوفوها في آسيا يعني في اليابان وكذا لإغراض تاع المحيط كذا، الناس يرديوا الكمامات. اليوم في أغلب العواصم يعني الأوروبية المتطورة الناس كل بالكمامات. لماذا؟ لأن اكتشفنا باللي الفيروس يتنقل من العد للعد يعني بجهاز تنفسي. هذا هو الحاجز الأول والأخير باش نلقى الفيروس ما يتنقلش. وبالتالي الجزائريين لازم يتوالفوا نوعا ما. كاين شي ناس تهضري معاهم الشارع تقول له على ما ديرش كمامه، يقول لك ما نجوش نتنفس. كي ما تمشيش تنفس على كل حال، رانا في زمان الصيف وكذا، ولكن هذا راه ما نداش للديكور، ندار لغرض الانسان. على بالك تعلمي باللي انسان كاين بعض الناس اللي هما سالمين ولكن يزرعوا الفيروس سكون ابل دي بورتور سان. اذا هذا هو الحجر الصحي الشخصي، سي لو كونفينمون بيرسونيل. يبقى الناس يروح يدير الحاجيات نتاعو يخدم كذا، ولكن على اساس يرتدي هذه الكمامه هذه والوسائل الوقائيه تفضل بها الزميل، يعني يغسل يديه وكذا. لازم تعلموا سي اون نوفيل فاسون دو سو كومبورتي. نعم دكتور مرابط، الان الدكتور بركاني يتحدث عن الاجراءات الوقائيه وتحدث بالخصوص عن وضع القناع الواقي. كيف يمكن ان نجبر المواطن على وضع القناع الواقي؟ شفنا بعض الدول منسوب الالتزام بوضع القناع الواقي متفاوت، كيف يمكن في الجزائر أن نجبر المواطنين على وضع القناع؟ أولا أنا حبيت نوضح برك مصطلح استعملته من قبل. أنا تكلمت على مصطلح الردع. الردع تكلمت على التحسيس، أولا تحسيس التوعية، تكلمت على الإطار القانوني وتكلمت على الوسائل كذلك باش نطبقوا القانون. ما نقدروش نقولوا إلزامية وضع الكمامة وهي ماشي متوفرة ولا يعني صعيب الحال باش الواحد يوصل لها. ما نقدروش كذلك نتكلموا على نطبقوا قانون المرور وحنا ما وفرنالوش شروط كذلك تطبيقه على أرض الميدان. ومن بعد باش نوصلوا للردع. الردع هو أما مش القمع، كاين فرق بين القمع والردع. الردع هو عن طريق الضريبة، عن طريق يعني إنسان يخلص مخالفة، إنسان يتم إنذاره يعني ما عنده محل نديروا له انذار اول. نعم. قال راك ماكش ما احترمتش اليوم، رانا جينا درنا لك ام بي في، ممكن الخطره الثانيه اللي كان ولينا ممكن تغلق المحل. لا هذه هي طرق الردع، يعني ماهوش ردع عن طريق كيفاش نقولوا قمع الناس، ابدا احنا ما تكلمناش بالطريقه هذه. ثانيا لما نشخص الوضعيه، كاين الوضعيه المستعجله وكاين الوضعيه العاديه. الوضعيه العاديه نتكلموا على قطاعات مختلفة، أسلاك مختلفة، أداءات مختلفة، علاش ما توفرتش في آن واحد؟ وهذاك خلينا نتكلموا على ماضي نحن وفرنا لتغييره مع بعض بما فيه ما يحصل في المنظومة الصحية هذه من فروقات، من اختلالات، ومن نوع من التسيب يعني
طغى في تسييرها طيله سنوات، وهذه تراكمات. يعني القيمه نتاع مثلا اختصاص طب النفس اللي كانت تكلم عليها الاستاذ مهمه جدا، يعني العنصر النفسي في المعالجه نتاع الصحه تاع الانسان مهم جدا. اليوم لما نتكلموا مثلا عن الحجر، من بين الاسقاطات الاستاذ تفضل وتكلم على الاطفال في البيت، انا نتكلم على الناس الكبار في البيت في المنازل، لانه كانوا معنيين بالحجر وكان كنا عطينا ارشادات باش الناس ما تقربهمش بزاف. هبي يقول قطعنا تقريب العلاقه بين الاشخاص المسنين ولادهم، بين الاشخاص المسنين واحفادهم، وهذه يضرهم كثير، يعني على المستوى النفسي وعلى المستوى حتى الصحه نتاعهم يضرهم كثير، لانه الانسان الكبير لازم له اتصال يعني مباشر، ولازم له كذلك رعايه خاصه به. يمكن تخفيف هذه الاثار النفسيه التي نجمت عن هذه الفتره من الحجر والاستعداد طبعا للمرحله المقبله؟ لا، احنا الاشكال اللي بالك موجود عندنا مش موجود عند مجتمعات اخرى. احنا مجتمع اسري، مجتمع متلاحم، مجتمع كما قال قبيل تلقى عايشه عائله كل، يعني من الجد الجده الابوين الابناء عايشين في يعني ان ابارتمون تاع صغير، يعني دونك ماناش في مجتمعات غربيه ولا حتى في الصين. الانسان ممكن الشاب ولا الشابه توصل 17 18 سنه تحكم يعني الكابا نتاعها يعني تستقر وحدها، يعني اوتونوم، لانه وصلت الى سن معين لازم تنفصل عن والديها حتى الا كان عندهم لسع في الدار. ماهيش تقاليدنا هذه، احنا مجتمع مختلف جدا. اذا راح يكون الاثر النفسي هذايا راح يكون كبير عندنا مقارنه بهؤلاء. كيفاش نعالجوه؟ نعالجوه نظن على مستوى انه نلتزم مع بعض بسرعه باش نخرج من الحجر هذايا، نخفف من الاثر نتاعو ونولوا الحياه العاديه نتاعنا بصفه متدرجه. انا لما نتكلم على الكمامه مثلا نعطي يعني مثل بالاحصائيات. لما نتكلموا على الصين، هذو بلدان اسيويه، الصين، اليابان، كوريا، إحصائيات هذه الرسمية الموجودة تتكلم على حالات الوفيات، مثلا 7 حالات في تايوان مقابل 443 حالة. تايوان هي بلد جار للصين. لما نتكلم على سنغافورة مثلا 37,000 حالة و500 37,500 حالة، 24 حالة وفاة. لما نتكلم على هونغ كونغ كذلك، ولا على كوريا مثلا، كوريا الجنوبية 11,719 حالة، 273 حالة. لما تقارني هذا الدول اللي بدأ الوباء عندهم، بدأ في الصين وبدأ عند في هذه الدول، لما تقارنيهم بما جرى في ولا ما يجري في أوروبا وما يجري في أمريكا اليوم، تقريبا 2 ملايين يعني حالة مصاب، وأكثر من 120 ألف حالة وفاة. لما تكلمي على البرازيل اليوم رانا نتكلموا على أكثر من 50,000، تقريبا 50,000 حالة وفاة. يعني الفرق وشنو بيناتهم؟ هذه الدول تستعمل الكمامة بصفة إلزامية، بصفة تلقائية، لأنها موجودة في التقاليد نتاعهم كمجتمع. خلاهم حافظوا على الاقتصاد تاعهم نوعا ما، ما قطعوش نشاطات العلاقات الاجتماعية، نشاطات كثيرة حافظوا عليها، ثقافية، رياضية، بينما كانت المجتمعات الغربية اللي كانت تضحك عليهم في البداية أصبحت يعني تحصي عدد في هذه النقطة دكتور في معطيات أخرى، معطيات جغرافية وأيضا عدد السكان، طبيعة النشاط، خصوصية مجتمعات، يعني ربما تعتبر مدخلات لتحديد الوضع بصفة دقيقة وكيفية التعامل مع الوباء. طيب أسألك وأنت رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، كيف يتعايش ممارسو الصحة العمومية مع هذه الفترة؟ وإلى أي مدى هم مستعدون للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالرفع الحجر التدريجي؟ هل سيتنفسوا سعداء؟ هل سينخفض منسوب الضغط بالنسبة لهؤلاء برأيك ونحن نستشرف الأيام المقبلة؟ والله أولا من خلالكم نظن يعني تضموا صوتكم صوتي، يعني نوجه لهم تحية، يعني كل مهني الصحة بصفة عامة، ممارسين طبيين، بأنه أنا ببساطة أمثل نقابة الممارسين الطبيين في الجزائر في القطاع الحكومي. طبعا نقول انه من بين يعني الناس اللي تحتاج رعايه نفسيه هي هذه الشريحه، يعني لازم لها رعايه نفسيه، لانه صدمات، يعني هي اولا خطر العمل في هذه الوضعيه الوبائيه اليومي يعطيك الصحه، اليومي، ماهوش يعني خطره في الاسبوع ولا خطره يوميا، يعني الناس تعمل في الخطر، فيها مئات الحالات يعني اللي تنقل لها الفيروس، فيها عشرات الحالات كذلك اللي مرضت، وفيه مع الاسف حالات وفيات، وربي يعني نترحموا لهم مره اخرى، في 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 كل الولايات تقريبا يعني سجلنا حالات نتاع وفيات، وترحم على كل المهنيين، يعني من سائق سياره الاسعاف، المخبري، المنظفه في المصلحه، الاداري، يعني كلهم
يعني مهنيين تاع قطاع الصحه يعني يسبلوا انفسهم باش يخرجوا من هذه الوضعيه ويطلبوا من المواطنين انه يلتزموا فقط هذا شنو نطلبوا من المواطنين عاونونا باش نلتزم بالاجراءات الوقائيه نخرج من الوضعيه الصحيه هذه ونعاودوا نولوا مع بعض الى حياه شبه عاديه ولما لا عاديه بعد شهر بعد شهرين لا قدر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. الصحة اليومي ماهوش يعني خطرة في الأسبوع ولا خطرة يوميا يعني الناس تعمل في الخطر فيها مئات الحالات يعني اللي تنقل لها الفيروس فيها عشرات الحالات كذلك اللي مرضت وفيه مع الأسف حالات وفيات وربي يعني نترحموا لهم مرة أخرى في 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 كل الولايات تقريبا يعني سجلنا حالات نتاع وفيات وترحم على كل المهنيين يعني من سائق سيارة الإسعاف المخبري المنظفة في المصلحة الإداري يعني كلهم يعني مهنيين تاع قطاع الصحة يعني يسبلوا انفسهم باش يخرجوا من هذه الوضعيه ويطلبوا من المواطنين انه يلتزموا فقط هذا شنو نطلبوا من المواطنين عاونونا باش نلتزم بالاجراءات الوقائيه نخرج من الوضعيه الصحيه هذه ونعاودوا نولوا مع بعض الى حياه شبه عاديه ولما لا عاديه بعد شهر بعد شهرين لا قدر الله ما نتمناوش يعني الامور تسوء ولكن احنا نكونوا دائما امل انه نخرجوا من هذه الوضعيه نهائيا بعد شهر شهرين ثلاث شهور على الاقل او الدخول الاجتماعي الجاي ان شاء الله نكونوا في وضعيه افضل ونترك يعني جانبا كل هذه الارشادات اللي نعملوا بها ولكن نخليه على مستوانا شيء مليح يعني شيء اللي ممكن نتعلموه هو انه الانسان يكون مريض بزكام يكون عنده انغريب يكون يستعمل هذا الواقي باش يقي نفسه اولا
يقي الاخرين، اخرين هما اولاده وعائلته، الناس اللي يعمل معاهم، الناس اللي يتنقل معاهم في وسائل النقل المشتركه، يقعد معاهم في مطعم. دونك هذا الامور ممكن ملح نخليهم نكتسبوهم ك ك كسلوكيات وكمكسب كسلوكيات نعزو بها. فريد بن يحيى، ونحن نتحدث عن الاقتصاد والعوده التدريجيه للنشاط والحياه الاقتصاديه التجاريه، تشجيع التجاره الالكترونيه وتقنينها لحماية المستهلك ومواكبة أيضا التطورات الحاصلة في تقنية الإعلام والاتصال أضحت ضرورة في الوقت الحالي، أثبتت أن التجارة الإلكترونية بحاجة إلى وثبة، إلى تسريع، إلى تفعيل، أملتها الوضعية الصحية. بالطبع لما تكلمت لك على الرقمنة، كي نتكلم على الرقمنة يعني ندقيش جميع المجالات، يعني 180 درجة، يعني من الرقمنة بالنسبة للاتصالات، بالنسبة للبطاقات البيومترية، بالنسبة كذلك بطاقة الشفاء وغيرها من الأمور هذه. حنا نشوف مثلا بعض الشركات الكبرى في العالم، نهزوا مثلا كيما أمازون، شركة أمازون اللي الأسهم تاعها أكثر من 80 مليار دولار، نهزوا علي بابا كيف كيف، إي باي غيرها من الأمور هذه، كل شيء يتباع ويتشرى بالأمور الإلكترونية. بالطبع تحط البطاقة نتاعك، يشري البطاقة نتاع أي الأكل نتاعو، الشرب نتاعو، اللباس، المواد الكهرومنزلية، أي حاجة يختارها يجيبوها له حتى المنزل. إذا فاحنا في الجزائر الآن عندنا الحمد لله كثير من أسواق الفلاح اللي كانت عندنا قديمة هذيك وكان أماكن تحجدة، وش يمنع أنه الدولة تنشأ وزارة التجارة مع وزارة أخرى، يعني ينشأوا مع ربما بعض الخواص نعود ننشأوا البيع الإلكتروني في الأماكن هذه، يبرح دخلنا أموال كبيرة. كذلك بالنسبة للتجار، بالنسبة للأحياء وغيرها، لابدك في كل حي تعود عندنا مثلا كي تحب تشري. الآن شفنا شباب يعني في بعض المطاعم بيتزيريا ولا غيرها بالهاتف يوصل لك البيتزا تاعك حتى المنزل. إذن فالتجارة الإلكترونية ككل أو الخدمات الإلكترونية بما فيها ربما في المستقبل يعود إنسان يخرج بطاقة التعريف نتاعو ربما في المنزل، أو يخرج ربما أمور أخرى في المنزل وغيرها من الأمور هذه. إذن لابد أن نعمم على الجميع. كذلك بالنسبة للتعليم، أنا الشيء اللي نأكد عليه كثير هو التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي. لابد الآن أن ننشأ يعني دي بلاتفورم، يعني بشيء متطور جدا. كذلك ممكن أن نعمل بنش مارك كما يسموها في الميدان المانجمنت مع جامعات ربما كبرى، جامعات أوروبية، بريطانيا أو روسيا أو الصين أو غيرها من الأمور، أو الولايات المتحدة الأمريكية، كيفاش نعملوا قاعدة معلومات نتاع كل المقاييس يعني في جميع الميادين، حتى إنسان غدوة ربما تنحل كوفيد 19 وغيرها، ربما إنسان لعب طاح بالبالون تجرح ولا حاجة جامعي ولا في الثانوي ولا كذا، يقدر يتابع الدروس نتاعو شهر في البيت، يتابع بلا ما يتأخر على الدروس نتاعو. إذا فالرقمنة هذه بالطبع تكون متطورة. إذا ف إلى جانب الرقمنة دكتور، ما هي الجوانب التي يجب الاهتمام بها الآن استفدناها من خلال التجربة التي عاشتها الجزائر ودول العالم؟ نتحدث الآن عن الوقاية الصحية، الأمن، طب العمل وغيرها من المجالات التي تسترعي الاهتمام أكثر في هذا الظرف. شوف هنا قبل ما نتكلم عن الامر هذا، شفت مسوده الدستور، يعني يتكلموا في مسوده الدستور على حمايه الاقليم الجوي والاقليم البحري وغيرها من الامور هذه. لابد نزيدوا ندخلوا فيها كما تكلمت مع بعض الاخوه، يعني عملنا مشاركه المجال الرقمي، يعني الرقمنه يفو لا بروتيجي، يعني كيفاش اليوم الرقمنه نتاع يعني لا باز دي دوني قاعه المعلومات موجوده في اسبانيا وفي فرنسا باش تجي المعلومات. اذا لابد نرجع حسا الجزائر. اذا التكنولوجيا تاع نطورها باش نحمي المعلومات نتاعي. النقطه الثانيه باش ننطلق العمل هذا، لابد نعمل يعني استراتيجيات، نعمل بروتوكولات كيفاش نوصل الهدف نتاعي. لهنا لازم مجالس الخبراء، نقول بكل صراحه، اذا لهنا تكون سكون ابل لا موديليزاسيون، يعني باش نعمل موديل كيما في اللوجيسيال لي بروجيسيال في الانفورماتيك، يعني في الاعلام الالي، لازم تكون عندي نتكلموا على الاقتصاد الذكي. نعم. أو نتكلموا على الانتليجنس ارتيفيسيال، على الذكاء الاصطناعي. إذا فالذكاء الاصطناعي هذا يدخل في جميع المجالات، خاصة في الميدان الطبي، وحنا معنا الزملاء عفوا الإخوة لهنا أطباء. في الخارج الآن عاد يعني الفيديو كونفرنس نتاعهم يعملوهم من هو معاه، يقدر يعمل حتى من اليابان، يقدر يعمل عمل يعني تاع ناكت شيروجيكال في مدينة بعيدة عليه ب 6000 7000 كيلومتر، يعني
بوست ساتل وغيرها من الامور هذه. إذن توصلنا الامور جيده جدا. امر اخر كذلك نتكلم سول الكوفر نتاع الاخوان اللي متسنا، لابد نطوروا كذلك في الابحاث العلميه خاصه بالنسبه للي فاكسان يعني وكذلك الادويه. دوكا لازم لنا بالطبع عندنا دي لابوراتوار بي 2 اللي مالا في المستقبل يكون عندنا بي 3 بي 4 بالنسبه للمستوى الامني باش نديروا ابحاث حنا كذلك. عندنا اصلا كان سؤالي فيما يتعلق بالوقايه الصحيه والامن وطب العمل، مدام نحن نتحدث الان عن الرفع التدريجي للحجر وعوده النشاط التجاري والاقتصادي، الخبراء يتحدثون ايضا عن طب العمل والوقايه وكيف يمكن لارباب العمل ان يلتزموا بهذه الاجراءات والتدابير الوقائيه، بمعنى كيف يمكن ان يتكيفوا مع هذا المعطى الجديد من خلال تفعيل هذه الاجراءات التي تحدثنا عنها. ما الذي ينقصهم؟ كيف يمكن تاطيرهم؟ كيف يمكن ادراجهم؟ كيف يمكن اشراكهم؟ هل هم بحاجه الى تكوين، بحاجه الى مرافقه، خاصه في بعض العناصر التي دخلت يعني هي جديده الان لم تكن معروفه من قبل؟ شوفي بالنسبه لسؤالك سؤال وجيه لكن الجواب سهل. علاش الان كاين دول اسيويه كما تكلم الاخ هذه السنه عملوا دي بروتوكول في الصين، في اليابان، في تايوان، في سنغافوره. حنا واش منع السفارات نتاعنا الموجوده تما انها تعطي كل المعلومات على كل البروتوكولات الموجوده؟ يعني واش منع كذلك اللجنه الطبيه اللي راهي موجوده لهنا تتصل باللجنه الطبيه اللي موجوده في بكين ولا في سيول ولا في دول اخرى اوروبيه، يعطي كل المعلومات، قال واش عملتوا في الميدان الصناعي، واش عملتوا في الميدان مثلا النقل، واش عملتوا في ميدان كذا. سي تان بنش مارك نشوفوا مع الخبراء نتاعنا، يعني نشوفوا وندير انه البروتوكولات تكون جزائريه. لكن نستفادوا من الخبرات اللي قاعده تجري خاصه بالنسبه للدول هذه اللي عندها نسبه الاصابات نقصت كثير، خاصه بالنسبه لشنغهاي يعني مستوى عالي، كذلك بكين ما تقاسش كثير، بالنسبه لبعض الدول الاسيويه ناخذوا هذيك الخبره نتاعهم وبالطبع تعمل اللجان هذه تدريجيا. لكن لابد على ان تكون متابعه مش غير في المكتب، متابعه ميدانيه. نعم، ما رايك فيما قال الدكتور بقر؟ هي في الواقع احنا عندنا قوانين تاع طب العمل وكذا عاملين بها في الجزائر، ماهوش هو الاشكال، الاشكال باللي صراحه تبادل المعلومات، واحنا في هذا الاطار هذا تاع الكوفيد 19 هذا كاين تبادل المعلومات، لان كاين حوالي 1000 اعمال علميه صدرت من خلال، حتى كان بعض الاعمال العلميه هذه اللي صرا اخذ ورد بهذا المشكل تاع الهيدروكسيكلوروكين اللي اصبحت يعني غلطه كبيره واصبح جدل كبير، وحنا بالنسبه لنا خذينا طريقه وطريقه تبانت صح. حنا التبادل العلمي هذا طبعا سور لو بلون نيميريك لازم يكون بالنسبه لنا باش نرفع مستوى الخدمات ومستوى يعني نتاع الاطباء، ولكن كاين حنا المشاكل لان بالنسبة للطب الحاجة النظرية لا شوز تيوريك مليحة، ولكن حنا الحاجة التطبيقية مثلا في الجزائر عندنا مشكل، وزميل الدكتور مرابط عنده خبر بان الاطباء مثلا التوزيع ما يسمى بالخريطه الطبيه. لماذا؟ لان احنا طبيب لازم نروحوا وبلو بخي تاع المريض، يعني مثلا الاقصى الجنوب ولا الهضاب العليا. الاطباء عندهم كاين مشكل، كان ان السيد رئيس الجمهوريه الغى الخدمه المدنيه ولكن تطبيقها في الميدان. لماذا؟ لازم الطبيب يروح بصفه حره على اساس انه يعني يخلص على المستوى باش يكون في الدور تاعو اليومي، باش يدير كما قال لك الابحاث، باش يكون في سبيل المريض وفي سبيل المجتمع اللي راه فيه. التنظيم الصحي في الجزائر لازم إعادة النظر فيه. نحن نتطلع إلى وكالة الأمن الصحي دكتور. نعم، لا نتطلع على لسان رئيس الجمهورية الوكالة، لأنها وكالة تفكر في جميع الحلول بالنسبة لهذا. هاي قلت لك قبيلة في الحديث بأن هذا الدرس الأمراض المتنقلة سواء المحلية ولا جاتنا مستوردة من الخارج كما هذا الأمر، كان الأمراض الأخرى المزمنة سنويا سيدي تراجيدي الناس يمرضوا، هذا مرض سكري إلى آخره. لازم ندير استراتيجية وقائية، لأن الوقاية خير من العلاج، هذا هو الأساس. صحيح يعني بالنسبة للشخص، بالنسبة للاقتصاد. إذا تكلمنا مثلا على السرطان كاين 40,000 حالة جديدة. إذا نديروا الكشف المبكر في السرطانات اللي عندنا في الجزائر مثلا،
نلجأ إلى الجراحة، ما نروحش للأدوية المضادة للسرطان اللي ما تعطيش في آخر المطاف يعني منفعة كبيرة. هذا بدينا حنايا نديروا لي سونتر أنتي كونسير، عندهم منفعة طبعا لي سونتر أنتي كونسير هذا المراكز، ولكن نروحوا في أول أمر في السرطان كيكون في الابتداء، فهمتي؟ الإنسان بريف نديروا استراتيجية باينة بالنسبة لنا، وهذا مطلوب. نعم. بالنسبة لنا حنايا إذا خدمة على الوكالة أجونس دو سيكوريتي بمعناه الأمن الصحي ككل، هي في ذهننا بأنها تفكر على تغيير الطرق تاع الصحة في بلادنا. لازم نلتزم يعني دو نوت فاسون يكون عندنا المردودية أحسن بالنسبة للأشخاص، بالنسبة للعتاد، بالنسبة للمستشفيات، بالنسبة إلى غير ذلك. دكتور بقات بركاني، عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطور انتشار فيروس كورونا، شكرا جزيلا على المشاركة معنا على الإطراء. شكرا كل لكم. هذه التوضيحات شكرا موصول أيضا للدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، شكرا جزيلا سيدي على المشاركة معنا في البرنامج. شكرا موصول أيضا للدكتور فريد بن يحيى أستاذ اقتصاد، شكرا جزيلا سيدي على قبول الدعوة. شكرا موصول أيضا للدكتور للدكتور عبد العزيز بوسالم أستاذ علوم اجتماعية بجامعة البوليدة إثنان، شكرا جزيلا سيدي على المشاركة معنا في البرنامج. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على المتابعة وطيب الوفاء. ألقاكم بخير في أمان الله.